أهلا بكم جميعا إلى الأخبار الرئيسة من يو تي في ونتابع فيها. الاحتلال يوسع هجومه البري بعملية جديدة في القطاع الغربي لجنوب لبنان. الغارات على الضاحية تشتد وتخلف فصولا من الحرب والتهجير. حصيلة ضحايا لبنان ترتفع وفرق الدفاع توثق حجم المأساة. الكارثة تبرز إنسانيا في 8 أكتوبر والخوف يلاحق الفارين من الحرب. العراق يعلن مضيه في دعم الجهود الدولية والإقليمية لوقف النار في لبنان وغزة، والحكومة ترفض بشدة طروحات تخوين الأشقاء. والحرب تخلف ارتدادات اقتصادية، الدولار يحلق في العراق بفعل المخاوف بالشرق الأوسط، وشلل يضرب أسواق السيارات والعقارات. تفاصيل هذه الأنباء بعد قليل. نبدأ من التطورات اللبنانية، حيث أعلن حزب الله إطلاق رشقة صاروخية كبيرة على مدينتي حيفا والكريوت المحتلة. وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن قصف حزب الله أصاب مبنى متعدد الطوابق في كريات يام بخليج حيفا. من جانبه شن جيش الاحتلال غارات على بلدات عدلون والكفور وشهابية وطرفرسية جنوب لبنان. إلى ذلك، قال نعيم قاسم نائب الأمين العام لحزب الله إنه لولا الدعم الأمريكي لإسرائيل لتوقف العدوان خلال شهر واحد، مشيرا خلال كلمة مسجلة إلى أنه سيتم انتخاب أمين عام للحزب وفق الآليات التنظيمية. لولا هذا الدعم الأمريكي الغربي لتوقفت الحرب خلال شهر، لأن إسرائيل ليست قادرة على مواجهة هذه المقاومة. جبهة لبنان جبهة مساندة، استنزفت العدو 11 شهرا وأخرجت المستوطنين بعشرات الآلاف من مستوطناتهم ليكونوا عبئا على الكيان الإسرائيلي. وكذلك هناك مئات الآلاف من الذين يعيشون القلق ويعيشون أجواء غير آمنة في كل الشمال الفلسطيني. سننجز انتخاب الأمين العام وفق الآليات التنظيمية، وسنعلن عن ذلك عند الإنجاز. لا تنسوا أن الظروف صعبة ومعقدة بسبب هذه الحرب، ونحن نريد أن ننجز استحقاقنا بطريقته التنظيمية الصحيحة، وإن شاء الله هذا سيحصل. وبينما تحتد الحرب الدائرة في لبنان ويوغل القصف الإسرائيلي في دماء الأبرياء، ترتفع حصيلة الضحايا، وخلف كل ضحية قصة إنسانية وحلم كان معقودا بالحياة، فيما يأمل اللبنانيون بإحلال السلام عاجلا غير آجل. التفاصيل من بيروت مع مراسلة يو تي في دارين صالح. تتصاعد وتيرة العدوان الإسرائيلي على لبنان لتزداد معه ملامح المشهد إيلاما، فلم تعد الاعتداءات المحصورة في القصف الجوي العنيف الذي يستهدف الجنوب والبقاع وضاحية بيروت الجنوبية، بل تجاوزت ذلك لتشمل عمليات عسكرية برية تزيد من معاناة اللبنانيين يوما بعد يوم. وفي خطوة تصعيدية، أعلن الجيش الإسرائيلي ضم الفرقة العسكرية 146، وهي فرقة احتياطية إلى الفرق المشاركة في العمليات البرية، ما يجعل التحركات الميدانية أكثر خطورة. نحن نشهد بداية هذا الدخول، إذا ما كانت تعثر في خلال الأيام السابقة. طبعاً مرحلته الأولى هي أن يدخل الكوماندوس وينظفه، بيعملوا تمشيط للأرض لحد كيلومتر أو 2 كيلومتر، ويسيطروا على التلال المرتفعة حتى يقدروا يدخلوا القوة النارية اللي بتمثلها الدبابات. أنا أستغرب حتى اليوم أنه اعتداء عدوان على لبنان لا يصدر بيان من الجيش ماذا يحصل يومياً.
وفيما تمر الأيام وتطول معها المعاناة، تواصل الأمانة العامة للمجلس الأعلى للدفاع توثيق حجم المأساة. فمنذ بداية العدوان سجلت الأمانة 9263 اعتداءً، في حين أودت بحياة 2083 شخصاً وأصابت 9869. ما في شيء بيفتل لك راسك، كل 15-20 سنة عندنا تهجير، نحن تهجير. بصراحة نفسياً كتير 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 محبطة، إنه أنا كيف بدي أستقبل ابني يلي موعودة فيه، إنه أستقبله بأحلى أحلى أحلى أجواء ونأمن له جو سليم ليربى بطريقة سليمة. للأسف كان في ظروف صعبة. ومع تزايد الألم يظل الوجه الإنساني لهذه الكارثة هو الأشد قسوة، فكل رقم في حصيلة الضحايا والجرحى يخفي خلفه قصة وحلما كان معقودا بالحياة. كل نازح ترك وراءه منزلا مليئا بالذكريات أجبر على التخلي عنه هربا من الحرب. ورغم كل هذه القسوة يبقى اللبنانيون متمسكين بالأمل، يجمعهم التحدي والرغبة في استعادة السلام. وبينما تسعى المساعدات الإنسانية إلى تخفيف العبء، فإن ما يحتاج إليه لبنان حقا هو نهاية لهذه الحرب، عل أرواح اللبنانيين تجد الراحة أخيرا، ولعلهم يستقبلون فجرا جديدا يحمل في طياته وعدا بسلام دائم. ومع التطور المستمر للأحداث يعتاد اللبنانيون الحرب والتهجير في ظل غياب واضح للجهد الرسمي لوقف ما يجري أو حتى تأمين ما يلزم للمواطنين، فيما يظهر في الجانب الآخر تكافل اجتماعي لدعم بعضهم بعضا أمام عدوان إسرائيلي لم يسلم منه بشر ولا حجر. دارين صالح، يو تي في، بيروت. التصعيد بين حزب الله وإسرائيل كيف تطور، وما أبرز محطات هذه الحرب بعد عام من بدء المواجهات في 8 أكتوبر الماضي؟ دعونا نتابع التفاصيل في العرض التوضيحي الآتي. بدأ التصعيد بين حزب الله وإسرائيل في 8 أكتوبر قبل عام، أي في اليوم التالي للهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر. رد حزب الله على هجمات الاحتلال ضد قطاع غزة بإطلاق صواريخ على مزارع شبع المحتلة، ما أدى إلى تبادل مستمر لإطلاق النار بين طرفين. تصاعد التوتر بشكل تدريجي، حيث شنت إسرائيل غارات جوية على مواقع تابعة لحزب الله في جنوب لبنان، والعراق وإيران رقب الوضع عن كثب، وبدأت فصائل مسلحة تعبر عن دعمها لحزب الله مع وجود تحركات لوجستية في المناطق الحدودية. من 12 حتى 17 من أكتوبر من العام الماضي شهدت هذه الفترة حوادث مهمة عدة، حيث أطلق حزب الله صواريخ على مواقع إسرائيلية، في حين قامت إسرائيل بالرد بقصف مدن وقرى في جنوب لبنان، ما أدى إلى وقوع خسائر بين المدنيين اللبنانيين. واستخدمت قوات الاحتلال قنابل الفسفور التي أثارت قلقا دوليا بشأن انتهاكات القانون الإنساني. تزامن ذلك مع تسجيل بيانات تهديدية من فصائل في العراق ضد المصالح الأمريكية والإسرائيلية، وتعهدت بالدفاع عن محور المقاومة. وفي تطور غير متوقع شكل صدمة وجدلا عالميا، تمكنت إسرائيل في 17 من سبتمبر الماضي من تفجير أجهزة البيجرز التابعة لشبكة القيادة والاتصال لحزب الله، ما أدى إلى تعطيل كبير لقدرات التواصل والتنظيم داخل الحزب، وأودى بحياة قرابة 40 شخصاً. وفي الأثناء دار حديث عن تحركات عسكرية للفصائل في العراق باتجاه الحدود السورية لدعم حزب الله إذ دعت الحاجة. 28 من سبتمبر الماضي وجهت إسرائيل ضربة من أكبر الضربات في هذا الصراع باغتيال حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله في غارة جوية في بيروت، تلاه اغتيال عدد من القيادات الأخرى في الحزب. أدانت طهران بشدة عملية الاغتيال وتعهدت بالرد، في حين زادت فصائل عراقية من نشاطها في استهداف المصالح الأمريكية في العراق مدفوعة بالتصعيد العسكري الإسرائيلي ضد حزب الله في لبنان. خلال الأشهر التالية قصفت بيروت مراراً، واستهدفت الغارات الإسرائيلية الضاحية الجنوبية للمدينة بشكل مكثف، حيث دمرت مكاتب ومراكز لقيادات حزب الله، ما تسبب في موجة نزوح جماعي ودمار واسع في المناطق السكنية،
وأطلقت فصائل عراقية مقربة من إيران تهديدات جديدة ضد إسرائيل، وحذرت من أن أي تصعيد إضافي قد يدفعها إلى تحرك عسكري مباشر. في الأول من أكتوبر الجاري شنت إسرائيل عملية توغل بري واسعة في جنوب لبنان. بدأت قوات الاحتلال بالتمركز في المناطق الحدودية والتوغل تدريجيا باتجاه معاقل حزب الله، ما أدى إلى معارك مباشرة بين الطرفين، فيما شنت فصائل في العراق هجمات على قواعد عسكرية أمريكية كرد فعل على التوغل البري الإسرائيلي لبنان، وصفة إياه بالعدوان لتصبح جزءا من الصراع الإقليمي الأوسع، لا سيما بعد أن تعهدت بالرد على أي تهديد تطول أو على أي تهديدات تطول محور المقاومة. وفي بث مباشر من العاصمة اللبنانية بيروت معنا من هناك مراسلة يو تي في دارين صالح. أهلا بك دارين، ما آخر التطورات الميدانية عسكريا على الأرض وفي البر في المعركة الدائرة بين حزب الله وإسرائيل حتى الساعة؟ لقد كان من الملاحظ اليوم تطور الأحداث على الصعيد اللبناني، ليس فقط باستمرار الغارات الإسرائيلية اليومية على جنوب لبنان والبقاع والضاحية الجنوبية، وإنما شهد لبنان اليوم توغلا بريا حسب ما قالت جهات إسرائيلية، حيث وصلوا إلى نطاق متقدم في الجنوب اللبناني وقالوا أنهم دخلوا بريا وقاموا بتمشيط المنطقة والمحاولة من احتلالها أو بسط سيطرتهم عليها. وإنما في بيانات أخرى قاموا وأكدوا أنهم تراجعوا من منطقة من المنطقة التي تقدموا فيها في مارون الراس، ولا تزال اليوم المعارك محتدمة في الجبهة الجنوبية، حيث تقوم إسرائيل كل لحظة باستهداف مناطق حيوية سواء لحزب الله أو القضاء على منشآت معينة. وكان من اللافت اليوم ضرب واستهداف منشأة الليطاني للمياه، وبذلك تهديد للأمن الغذائي والمائي لمنطقة الجنوب، وبهذه الحركة تأكيد أن عودة الجنوبيون إلى مناطقهم ستكون صعبة، لأنه إمدادات المياه في المنطقة قد كثفت، والمنشأة الحيوية التي تروي كل منطقة الجنوب وتؤمن الغذاء والماء لهم اليوم باتت خارجة عن العمل. هذا إضافة إلى أن التصعيد الإسرائيلي كان مستمرا، واستمرت القصفات متتالية على الضاحية الجنوبية وجنوب اللبناني. طيب اليوم كانت هناك كلمة لنائب الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، يعني ما أبرز ما قاله بهذه الكلمة المسجلة؟ ما الرسائل التي أراد أن يوصلها من خلال هذه الكلمة؟ لم يكن هناك من بيان أو كلمة واضحة بوقف الحرب أو وقف الصراع الدائر في جنوب لبنان، على العكس كانت الكلمة تحمل رسائل واضحة بأن الحرب مستمرة وأن حزب الله سيستمر في الرد على الهجمات الإسرائيلية التي تجري اليوم في جنوب لبنان وعلى الضاحية الجنوبية وبالتوسع القائم. فلم يكن له أي تصريح واضح بأن هناك نية من حزب الله أو القيادة له بوقف هذه الضربات المضادة لإسرائيل. نعم دارين، يعني حدثينا الآن عن الوضع الإنساني في الجنوب في الضاحية الجنوبية، ماذا عن القطاعات الخدمية، الكهرباء، النقل، المستشفيات، كيف الوضع الآن في لبنان ككل؟ هلا المنشآت الصحية قد قصفت وقد خرجت أكثر من مستشفى، تحديدا في الجنوب اللبناني ما يزيد عن 3 مستشفيات صارت خارج نطاق الخدمة، وقد بلغت المستشفيات التي خرجت عن الخدمات تقريبا ما بين 5 و6 مستشفيات حيوية من مناطق الجنوب والضاحية الجنوبية. هلا لنقول أن الوضع الإنساني متأزم جدا في لبنان. على صعيد الجنوب فقد نزح معظم أهالي الجنوب بسبب الغارات الإسرائيلية
الإسرائيلية المتلاحقة والقصف المستمر والتهديد المستمر بقصف والقضاء على بلدات أخرى وعلى منشآت تزعم إسرائيل من جهتها أنها تابعة لحزب الله، وأن ما بعض هذه المنشآت هي منشآت حيوية تقدم المياه والطاقة وإلى ما هنالك إلى أبناء الجنوب. هلا قد نقول أن المنطقة الجنوبية لم تصبح خالية تماما وإنما شبه خالية من العديد من المواطنين كما تفعل في الجنوب اللبناني، تقوم بنفس الضربات على الضاحية الجنوبية حيث قامت بسبب الضربات إلى نزوح معظم ما يزيد عن 80% من أهالي الضاحية الجنوبية وكذلك البقاع، حيث أن الضربات يعني متنقلة ليست ثابتة. الوضع صعب، عدد النازحين بتصاعد ومستمر ونحن على أبواب الشتاء، العالم تطلب من الله أن يرد عنا المطر، ولكن وهذا كله في ظل عدم وجود مساعدات كافية لتلبية النازحين. لقد تم إرسال بعض المساعدات من بعض الدول العربية ومنها العراق وغيرها من البلدان، ولكن هذه المساعدات لا تكفي، خصوصا وأن الوضع الصحي مذر وباتت هناك أخبار تنتشر عن انتشار أمراض وأوبئة بين النازحين، فالمدارس قد وصلت إلى الحد الأقصى للاستيعاب لها، وكذلك لم يعد هناك من بيوت كافية بظل ارتفاع أسعار إيجارات المنازل في بيروت وضواحيها تحديدا، حيث يسعى النازحون إلى استئجار بيوت لهم لتأمين لأن يكملوا هذه السنة، لأن هناك صعوبة تامة في العودة إلى منازلهم سواء في الضاحية الجنوبية أو في الجنوب أو حتى في البقاء في البقاع. وهناك من اللافت جدا أن نعم دارين، إذن كانت معنا من بيروت مباشرة دارين صالح مراسلة يو تي في من بيروت، شكرا جزيلا. نكمل الأخبار، حيث أعلن مسؤولون أمريكيون أن إدارة بايدن أصبحت غير واثقة مما تقوله حكومة تل أبيب عن خططها العسكرية والدبلوماسية، موضحين أن ثقتهم في الإسرائيليين منخفضة للغاية. ونقلت وكالة أكسيوس الأمريكية عن مسؤولين في البيت الأبيض قولهم إن واشنطن فوجئت مرات عدة بالعمليات العسكرية أو الاستخبارية الإسرائيلية، مضيفا أنه في كثير من الأحيان لم يتم التشاور مع الولايات المتحدة قبل تنفيذ العمليات. وأكدت الوكالة أن أوامر صدرت من نتنياهو بعدم إعلام الإدارة الأمريكية بالهجوم على نصر الله، ما أثار غضب وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن. شددت الحكومة العراقية على رفضها التخوين والإساءة الموجهة إلى الدول الشقيقة وهي تسعى إلى حماية الشعبين الفلسطيني واللبناني. المتحدث باسم الحكومة العراقية باسم العوادي ذكر في بيان أن المواقف الرسمية للعراق تعبر عنها الحكومة حصرا، مستندة إلى الدستور والنظام الديمقراطي ومسؤوليتها برسم السياسات العامة. وأكد مضي العراق بدعم كل الجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى وقف العدوان الصهيوني على غزة ولبنان، فضلا عن توظيف الحضور الدولي والإقليمي والروابط مع الأشقاء والأصدقاء من أجل ذلك الهدف وإغاثة دعم الشعبين اللبناني والفلسطيني. قدم الحزب الديمقراطي الكردستاني أدلة تثبت قلقه حيال التلاعب بعملية انتخابات برلمان الإقليم المقبلة، ناشرا تسريبا صوتيا منسوبا إلى باذل طالباني وقباد طالباني. بيان صادر عن اللجنة العليا للحزب الديمقراطي المشرفة على انتخابات كردستان ذكر أن الحزب أعرب عن قلقه بشأن إجراءات العملية الانتخابية في العديد من المرات بعد قرارات المحكمة الاتحادية، وكانت المخاوف مبنية على معلومات لكن من دون دليل، مستدركا بالقول إن تلك المخاوف أصبح لديها سند موثق بمحادثة ثنائية بين بافل وقباد تفضح مؤامراتهم المعادية لكردستان والديمقراطية وكيف أنهما يخططان لعمليات تزوير لصالحهم بحسب البيان.
How are you, Kaka? How are you doing, Beth? How was your trip to our neighbours? Never been better, bro. They told me they are running out of patience with the Barzanis. Well, that's obvious, Kaka. They are absolutely right about parties. It really doesn't matter what they do. I promise you we will fuck them hard this time, don't you worry. They have guaranteed us a minimum of 30 seats and also promised to get rid of those 11 seats that party has always been using to their advantage. That's great news, Beth. Also, from my side, everything is going according to plan. But remember, Kaka, we have to be very smart about this and start lobbying for the election. We need to show we are legitimately getting those seats. As usual, we have the advantage of using Hizbi Shahidan, Anfal, etc., just in case shit hits the fan. Listen, Kaka, we will play the game, but as far as I'm concerned, we have already been guaranteed our seats. We do not need any fuckers vote. I will not be begging for anyone to vote. I don't give a shit about Shahid or Mala Shahid or fucking Peshmergas. They will probably go and vote for that cunt Lahore anyway. Either way, we have to be careful now as party and especially Masroor are really worried as they can't figure out what our next move is. They know we are getting help for the election from Baghdad and our neighbors, but they can't prove it. I'll tell you one thing. I can't wait to see Masroor's arrogant face when we fuck them in the election. That prick always looked down on us. We will give them a taste of their own medicine. Yes, agreed. But as you know, party will pressure Baghdad to try and make things... Kaka Baghdad listens to us thanks to our neighbor's influence. It really doesn't matter what party tries to do in Baghdad. If something doesn't suit us, I will just fly over there and fuck it all up. Simple as that. أخبار يو تي في ما زالت مستمرة وفيها بعد قليل من تداعيات الحرب. الدولار يحلق في العراق ويضرب الأسواق. يبدو أن الأوضاع الأمنية المتوترة في المنطقة تلقي بظلالها على اقتصاد العراق، ففي الأسبوعين الماضيين بدأ الدولار بالارتفاع مكبدا الدينار خسائر جديدة. هذا الحال تسبب أيضا بشل قطاعات مختلفة أبرزها سوق السيارات والعقارات. ارتفع سعر صرف الدولار إلى 154 ألف دينار لكل 100 دولار، وهو الأعلى منذ أشهر، في وقت تحاول فيه الحكومة العراقية ردم الفجوة بين السعر الرسمي والموازي. التفاصيل مع حيدر البدري. ارتفاع جديد يسجله الدولار، 154 ألف دينار للمئة دولار. أسبابه هذه المرة الحرب في المنطقة ومخاوف تمددها إلى العراق، في وقت ما زال فيه مزاد العملة يضخ الكميات ذاتها من الدولار إلى السوق، ما يرجح أن الأمر لا يتعدى مضاربات تجار العملة واستغلال الوضع الإقليمي. وهاي عملية مضاربة، يعني المضاربين بالسوق اللي هم ناس لديهم أموال كبيرة بالعملة الأجنبية يحاولون يضاربون بالعملة لغرض الاستفادة لأكثر رقم، وأيضا محاولة خلق بلبلة بالسوق المحلي. الإجراءات الإصلاحية ومحاولات ردم الهوة بين السعرين الرسمي والموازي ما تزال مستمرة. التوجه نحو أسواق جديدة بعيدة عن أسواق المواجهة، وأولها الإيراني، خطوة مهمة، وخاصة مع توفر 270 مليون دولار تضخ يوميا في منصة بيع العملة، يمكن استثمارها في توفير بدائل الحاجات اليومية للعراقيين، مع تدخل وزارة التجارة وإشرافها على ضبط أسعار هذه المواد. فعملية توسعة دائرة الاستيراد من الدول النظيفة التي لا توجد شبهة في عملية الاستيراد منها، هناك ما لا يقل عن 270 مليون دولار يتم إطلاقها بشكل فوري يوميا من قبل الفدرالي الأمريكي. يفترض أن نحلل هذه 270 لتلبية طلبات العراقيين بعيدا عن السوق غير النظامي، وأعتقد أن الحل السريع هو تدخل وزارة التجارة في زيادة المعروض من السعر
السلع بالأسعار الرسمية. ورغم ارتفاع أسعار الدولار تدريجيا في السوق الموازية خلال الأيام الأربعة الأخيرة، فإن معظم المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية اليومية حافظت على أسعارها من دون ارتفاع، استقرار ربما لا يطول كثيرا مع أنباء استمرار العمليات العسكرية الإقليمية وتوسعها في المستقبل القريب. حيدر البدري، يو تي في، بغداد. أما أسواق العقارات في ديالى فتشهد ركودا كبيرا مع اشتداد الصراع في المنطقة، فيما يتحدث التجار والخبراء عن توقف البيع والشراء والتوجه إلى الاستثمار في الدولار مع ارتفاعه المتواصل. مع اشتداد الحرب في المنطقة والمخاوف من اتساعها لتطال العراق، أسواق العقارات تشهد ركودا كبيرا هنا في ديالى. التوترات والقصف ونزوح السكان في لبنان خلقت مخاوف لدى العراقيين ممن كانوا يخططون لبناء أو شراء عقار للسكن أو الاستثمار، فالتجار يتحدثون عن تراجع البيع والشراء بنسبة تفوق 50% خلال الأيام الماضية بسبب التدهور الأمني بمنطقة الشرق الأوسط. يعني أصبح تقريبا الاستثمار غير آمن. اليوم اللي عنده فلوس يقول لك أنا خلي هاي فلوسي جوا إيدي، لأن على أي لحظة تكون أكو ضربات، المتغيرات سريعة، فالناس حاليا يعني تخاف من الاستثمار خصوصا بموضوع العقار، تخاف من الركود والنزول. والركود موجود، الركود يعني بسوق العقار صار فترة يعني ركود كلش قوي. سماء العراق المفتوحة والمخاطر من تعرض بعض المناطق والمنشآت لضربات جوية أسهم في تراجع الإقبال على العقارات والتوجه نحو الاستثمار بالدولار أو الذهب في ظل ارتفاع أسعارهما يوما بعد آخر. عقارات كسوق لا تنعزل عن سوق الدولار، فأي ما يحصل بالدولار بالتأكيد ينعكس على العقارات. فعلى سبيل المثال المستثمرين استثمروا أموالهم بالعقارات قبل فترة من الزمن، أما الآن العقارات أصبحت غير مضمونة. عندما الوضع يتخلخل يعني إقليميا يتجه إلى أما الاكتناز بالذهب حتى حفاظا للأوضاع، أيضا الاكتناز بالدولار. ومنذ بداية أحداث لبنان والقصف الإيراني يسجل سوق الدولار في العراق ارتفاعا يحذر خبراء الاقتصاد من آثار استمراره، إذ يلامس السعر الموازي 155 ألف دينار لكل 100 دولار. علي العنبقي، يو تي في، ديالى. لمزيد من المناقشة حول مسألة ارتفاع الدولار معنا الآن مباشرة الخبير الاقتصادي مصطفى أكرم. أستاذ مصطفى أهلا بك. إذن الحرب ما زالت مستمرة بين حزب الله وإسرائيل وهناك تخوف وخشية من توسعها في المنطقة، لكن رغم ذلك يعني مزاد العملة ما زال يضخ الكمية نفسها من الدولار إلى السوق، إذن لماذا هذا الارتفاع في الدولار مقابل الدينار؟ نعم، بداية حضرتك ورحب مشاهدي قناتكم الكرام. احنا بهذا الارتفاع ماكو مشكلة نقدية، سابقا كان عندنا مشاكل نقدية صارت، بس احنا المواطن العراقي يعني ماذا يفرزن. يعني مثلا في فترة من الفترات الامريكان وقفونا 14 مصرف، طبعا 14 مصرف كانت لها تعاملات مع الاف التجار. طيب. في يوم وليلة وقف تعاملهم الرسمي فصار عندنا ارتفاع. في فترة من الفترات الامريكان صارت عندنا مشكلة، وقفوا حوالات تماما عمل ما سوونا منصة وجابوا شركة تدقيق، فذيك مؤشرات أو أسباب نقدية كنا نسميها. اليوم حقيقة نحن نعيش حالة من الاستقرار، النظام يعني البنك المركزي العراقي سوى مفاوضات مع بعد زيارة رئيس الوزراء لواشنطن الأولى، بعد الزيارة الأخيرة ومفاوضات البنك المركزي في نيويورك، احنا اليوم النظام المصرفي توقفت العقوبات اتجاهه، توقفت الحركات اللي حقيقة بيها تقييد وغيرها، بالعكس احنا بدينا نتفق مع شركات مثل ايفل وايمن اللي ان شاء الله يتعاقد وياها البنك المركزي قريبا، شركه ارنست اند يونغ، شركات كي 2 مثلا في موضوع بعض التعاقدات. هاي الشركات تسوي لنا حاله من الاستقرار بالعلاقه مع الامريكان. اذا ما دام احنا في حاله من الاستقرار ليش سعر الصرف ارتفع؟ سعر الصرف ارتفع لان احنا عندنا سوق موازي. شنو السوق الموازي؟ هو طلب على الدولار لا يغطى من قبل البنك المركزي، لان تجارات الى الان ما لها حل. اضرب لك مثل
عندنا تجارة مع إيران وسوريا بأكثر من 10 مليار دولار سنويا، هاي البنك المركزي ما يمولها. عندنا تجار صغار بالآلاف لا يمتلك شركة، لا يمتلك إجازة استيراد وغيره، وبالنتيجة هذا لا يوجد نموذج حقيقة إلى اليوم يلم طلبات هؤلاء التجار، عشان المفروض التي بي آي يفتح لهم حسابات وما نجحت العملية. عندنا حقيقة بعض البضائع احنا قبرقها وضريبتها عالية عبر كردستان رخيصة، فيتم عملية استيرادها عبر كردستان لفرق الضريبة والقمرق والإجراءات، كذلك هاي البضائع لليوم مستمرة منظفات وغيرها. عندنا مسافر لإيران، سوريا، روسيا، بيلاروسيا بالملايين سنويا ما يستلم دولار، عندنا مسافر بري. فبالنتيجة هذه الأسباب خلق الشيء اسمه سوق موازي ما يستلم دولار. تقول لي السوق الموازي وعندك سوق رسمي يستلم باليوم 250-260 مليون دولار، هو يغطي قرابة 80-75% من الحاجة، لكن 20% بالسوق الموازي. هذا السوق الموازي هو اللي سبب الارتفاع. ليش؟ هذا من يجي الدولار؟ دولار من ثلاث أماكن، بنك المركزي ما يعطي دولار. عندك مسافر يستلم دولار بالمطار ويسافر ويرجع بجيبه بعض الدولارات، يعني إذا استلم 3000 وهو عال تستلم مبلغ قول ما صرفه كله، يبقى له نصه، يبقى له ربعه، يجي يبيعه، يمول السوق الموازي بشكل غير مباشر. عندك مواطن عنده دولار ضامة مختزنة، فيريد يشتري له بيت، يشتري له سيارة، يشتري له أي حاجة، فيسوي عملية صرافة للدولار، هذا توقف. طيب، لأن حقيقة أكو قراءات بالسوق لك حصير حرب لو شيء، فقام ما يبيع المواطن. شوف، بدأ السوق الموازي يصير بيشحه بالعرض. عندك أصحاب الصيرفات والمصارف والعمليات المصرفية عندهم دولارهم الشخصي، هم يبيعون يشترون، ذولا تقريبا هم توقفوا. فالسوق الموازي قل العرض به، مع العلم الطلب مستمر، لا بس زاد الطلب. اليوم التجار خصوصا تجار السوق الموازي الصغار وغيرهم يقول لك خلي اخزن بضاعه، احتمال مثلا تسد الطرق، احتمال تنقطع مع الصين، تنقطع مع ايران. طيب، بالنتيجه هذا شكل عمليه الارتفاع الحالي. اذا هي مناجع المؤشر النقدي. طيب، احنا نتحدث الان على البنك المركزي العراقي. ما زال الفيدرالي الامريكي يعني كل يوم وبشكل فوري يوميا عند 270 مليون دولار يتم اطلاقها يوميا. احنا كم بنك عندنا بالعراق؟ يعني 54 تقريبا. ايش قد عندنا بنوك؟ عدد البنوك 80. 80 عندنا 80 بنك، سبع حكومي، 2 مكاتب تمثيليه، يبقى عندك 71 تقريبا 72 مصرف، عندك 28 موقع عقبات، عندك قرابه ال 15 تحت الوصايه وتحت التصفيه. فيبقى كل اللي قادرات ان يسوون عمليه الحوالات قرابه ال 15. طيب، سؤالي استاذ مصطفى، سؤالي المهم بس اذا سمحت لي، يعني هنا البنك هل يوزع الاستحقاقات الدولاريه بشكل عادل ما بين البنوك؟ لا. احنا نعيش حاله من اللا منافسه. كنا عندنا مصارف تدخل مزاد العمله يوميا قرابه ال 45 مصرف، كل مصرف الى حد معين كان كل مصرف، لكن الآن أكو محسوبيات لبعض المصارف خصوصا الأجنبية، الاستثمار الأجنبي يعني أكو أكو تقييد. يعني اليوم احنا عندنا 28 مصرف طلع بتقييد من الدولار، قرار من الفيدرالي، الآن قاعد يدرسون المفروض يرجعوه. عندنا 14 مصرف عراقي مو مستثمر أجنبي، من مصارف عراقية ما عندنا حسابات في سيتي بنك وجي بي مورغان، هذا ما يقدر الآن بس عبر منصة فتر للدققها كيتو لبنهاية السنة تنسد. المفروض احنا ان شاء الله ما تنسد. عندنا 5 مصارف مستثمريهم اجانب، هاي التسعة على حضرتك هنا، ذني اما فرع من مصرف اجنبي او صاحب المصرف اجنبي هو، فهم تابع الفرع، هذول مصارفهم فتحت لهم حسابات في سيتي بنك في جيب مورغان. طيب، فهاي الحسابات الامريكان اعتمدوها آلية، يقول لك ماكو المركز مو مراسل، انت تعزز لهذا الحساب وهذا يرجع يبيع للتاجر. فذول الخمسة هم اليوم اللي ماخذون 80-75% من مزاد العملة. في نهاية هذه السنة مع انسداد منصة فتر المفروض احنا نلقى عملات اخرى، المفروض المصارف المعاقبة تعاد جزء من عندها، وإلا حتكون ماكو منافسة. طيب، حتكون ذول الخمسة فقط هم المسيطرين. طيب، وخلي في بالك يا استاذ، ما دام ماكو منافسة ماكو عملية استقرار. انا عندي قناعة شخصية، ما دامت المنافسة معدوم بين النظام المصرفي ما اعتقد السعر الصرفي يستقر بسهوله. طيب، هاي البنوك اللي اصحابها مستثمرين اجانب هل تعمل قروض؟ هل تدعم المشاريع في العراق؟ طبعا هو اكيد عندهم نسبه من دعم القروض، عندهم قروض، عندهم استثمارات، عندهم شيء، لكن هذه لا تشكل شيء امام ارباح الحوالات.
طبعا أرباح الحوالات الرسمية بالمليارات، إذا غير الرسمية يعني إذا يأخذون فوقها كوميشن أو يأخذون فوقها فد نسبة فائدة، نتحدث عن مبالغ خرافية. فأنا بقناعتي لا، ماكو عمليات ما تتناسب مع كمية الأرباح اللي قاعد تحقق. عندهم عمليات عندهم تتناسب مع الأرباح اللي قاعد تحقق، لا ما تتناسب. هل المصرف الأجنبي أو فرع من مصرف لما يربح هاي الأرباح الخرافية يسوي إعادة تدوير بالداخل؟ أنا أقول لك لا، يسوي عملية نقل الأموال للخارج. المصارف العراقية، المصارف العراقية لا، لما تربح شوفوا مستثمرين مصارف عراقية ربحوا سووا لهم مشروع آخر لهم، ما طلعوا المواطن اعترف يعني، لكن أكو تدوير داخل أرباح البلد. لكن المصارف اللي هي فروع من مصارف أجنبية أو مستثمر أجنبي لا، أغلب أرباح تذهب إلى بلد، هذا منتهي من عنده. نعم، إذا شكرا جزيلا للأستاذ مصطفى أكرم الخبير الاقتصادي على هذه الإيضاحات. كما أن ارتفاع سعر صرف الدولار يشل حركة البيع والشراء في معارض السيارات في الموصل، والخوف بدأ بالاتساع جراء تطورات الأوضاع الإقليمية واحتمالية انعكاساتها على باقي مفاصل الحياة. على عكس عادتها تخلو معارض السيارات في الموصل من الزبائن، توقف شبه كلي في عمليات البيع والشراء وحتى الاستيراد بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الدينار. والله يتوقف الحركة لأن الدولار ارتفع والمعارض يعني السوق بالنسبة للمعارض واقف على مود ارتفاع الدولار، وماكو يعني لا بيع ولا شراء حاليا، يعني بالنسبة لنا السوق فد مرة واقف. انخفاض القدرة الشرائية للمواطن بالتزامن مع ارتفاع سعر الدولار أمام الدينار دفع كثيرين إلى التريث في اتخاذ قرار الشراء أو البيع، فالجميع يرى نفسه خاسرا إن أقدم على أي خطوة بسبب تقلبات السوق. أسع السوق دعق عليه ماكو لا بيع ولا شراء، يعني ارتفاع أسع مثلا هو عنده طبع وارتفع الدولار بعد ما يقدر يشتري، هو حاسب نفسه حاسب يعني فلوسه على 150 بعد ما يقدر يشتري يعني ما يقدر يشتري سيارة، لا ينزل الورق لا يجي يشتري سيارة. إلى جانب الدولار الذي لا يبدو أن نزوله قريب، يتخوف المواطنون من تبعات وعواقب الأزمة الراهنة والحرب على لبنان وتأثيراتها السلبية في المنطقة والعراق والأزمة الاقتصادية التي تلوح في الأفق. بالمعارض بالسوق بالتجارة بالمواد كلها واقفة، يعني هسه وين ما تروح واقف السوق، يعني حتى اليوم جاني واحد ابو سوق الغنم يقول حتى حلالنا واقف، ماكو شيء وجمد السوق كله من هاي الاوضاع ومن هاي ما نعرف نتخوف، والله ما اعرف الوضع ما اعرف شو راح يصير علينا. خسائر كبيرة تكبدها القطاع الخاص في العراق بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي وسيطرة السوق الموازي على غالبية مفاصل الاقتصاد والتجارة في البلاد، ما أدى إلى إرباك على جميع الأصعدة التجارية والاقتصادية. من الموصل محمد سالم، UTV. 150 مليار دينار تم تخصيصها لمحافظة المثنى ضمن صندوق إعمار المحافظات الأكثر فقرا في العراق، إذ يشمل أيضا الديوانية وميسان، فيما يرى متخصصون أن هذه المشاريع لن تسهم بتغيير الواقع. صندوق إعمار المحافظات الأشد فقرا يفتح الباب ليشمل المثنى والديوانية وميسان، إذ أنشئ الصندوق ضمن الموازنة الثلاثية لتخفيف الفقر عبر المشاريع الخدمية، وقد خصص له أكثر من 500 مليار دينار ضمن موازنة عام 2023. ترى السماوة خلال فترة قريبة آثار هذه المشاريع على أرض الواقع، نتمنى على أن نقدم لأهالي هذه المدينة الطيبة ما من الممكن على أنه يسد فجوات الفقر للمستقبل كثير من الأفكار اللي من أجلها سوف نسعى لإنفاذها حتى تتغير كل الوقائع اللي تحيط السماوة والمحافظات الفقيرة.
وكانت حصة المثنى 150 مليار دينار تشمل 51 مشروعا بمختلف القطاعات، أبرزها الطرق والماء والصحة والكهرباء، توزع على أقضية المحافظة ونواحيها. صندوق إعمار المحافظة الأكثر فقرا وهو ب 51 مشروع في 2023، أرسلنا 51 مشروع تأهيل طوارئ مستشفى الوركاء، تأهيل طوارئ مستشفى النسائية والأطفال، وكذلك بناء مدرسة ثانوية وبعض المشاريع التي تخص الكهرباء. ورغم تخصيص أموال الصندوق لتنفيذ المشاريع، فإن متخصصين يرون أنها لن تسهم بتغيير نسب الفقر، مؤكدين ضرورة التركيز المباشر في شرائح الفقراء عبر تنفيذ مشاريع خاصة بهم تدر عليهم دخلا شهريا لمساعدتهم على مواجهة الحياة. أن يأخذ البعد الآخر من الفقر، وهو استهداف المباشر للشرائح الفقيرة وللأماكن الفقيرة والمناطق الفقيرة، وهذا الاستهداف المباشر يرتكز على زيادة دخل الأفراد وتوفير الأنشطة الاقتصادية اللي توفر هذا الدخل. ولا تكمن مشكلة الفقراء في الأموال المخصصة لهم، بل في طريقة تنفيذها البعيدة عنهم، إذ لا تمس واقع حياتهم مباشرة، فيبقى الفقراء بعيدين عن حلول الدولة. من المثنى خليل بركات، يو تي في. يبدو أن الأحداث الأخيرة في لبنان وفلسطين تنعكس إيجابا على مطابع الناصرية الأهلية، إذ هناك طلبات مستمرة على البوسترات واللافتات المؤازرة للقضية العربية. التفاصيل مع أحمد السعيدي. ساعات طويلة يقضيها كرار من وقته في تصميم الشعارات والبوسترات التي بات الطلب عليها كبيرا. منذ تصاعد وتيرة الأحداث في لبنان، ازداد الطلب في مطبعته على طبع ملصقات ولافتات عن وحدة المصير العراقي واللبناني، وسجل الطلب ذروته بعد اغتيال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، إذ شهدت الذقار ومدنها مراسم عزاء وتظاهرات غاضبة. هناك فترة من السبات، فعند استشهاد السيد حسن نصر الله قدس سره، أصبح هناك أقبال كثير من الأخوة المعزين والمحبين لسماحة السيد. أغلب اللي يجون لهنا بأنه يخلون مثل العلم العراقي، العلم اللبناني، العلم الفلسطيني، هو كله بناء على الأخوة وعلى التسامح وعلى يعني المحبة فيما بينهم، وحتى بأنه ما تكون تفرقة، كنا إيد واحدة ضد الكيان الصهيوني. العراقيون سجلوا تفاعلا إنسانيا وأخويا في القضايا المصيرية على أصعدة مختلفة، فالتبرع بالمال والمساعدات العينية مستمر منذ أحداث طوفان الأقصى، ويأتي الدعم الإعلامي بصوره المتعددة، فشوارع العراق تزينها الأعلام اللبنانية والفلسطينية. هذا التلاحم الشعبي حقيقة، تلاحم شعبي حقيقة ليس بجديد، نشاهد احنا في كل الثورات، في كل الأربعينيات، تشهد كربلاء، تشهد بغداد، سر من رأى، مدينة الناصرية، يعني مشاريع إنسانية حقيقة تقدم على مدار الساعة بلوحات وبوسترات إعلامية ليشاهدها العالم كله. تعدد أشكال مؤازرة العراقيين لأشقائهم، لكن أكثرها وضوحا الرسائل الإعلامية المساندة، فهي الصورة التي يتفق عليها العراقيون بمختلف مشاربهم. من الناصرية، أحمد السعيدي، يو تي في. وهكذا تنتهي النشرة الإخبارية، شكرا لكم وإلى اللقاء.